المدينة جميلة ووجودكم نور طبعا بلندا في هذا المهرجان. من تعطينا شعورك؟ الحقيقة مدينة ساحرة. أوتراخت جات تقريبا شفتها بحال كتشبه شوية فينيسيا بالوديان ديالها والمعالم ديالها، ولكن اللي عجبني فيها هو تقنية المباني وكيفاش داكشي متقول والناس كيفاش منظمين وعجبتني بخصوص البطاطا ديالها، بطاطا بلاصوص ديال الفرماج اللي مانيفي وهي باش تغديت هي بواحد مغصو ديال البيتزا، ولكن بطاطا مانيفي عاود شريت الدوفو دونك سما في بليزير اللي كنحضر في هذا المهرجان. وشكرا لكم وشكرا على الدعوه ديالكم. نورتوا المهرجان. الله يخليك.